احنا معنا على الهاتف قداسة البابا تودروس الثاني. صباح الخير قداسة البابا، كل سنة وحضرتك طيب. صباح طيب، كل سنة وانت طيب وحضرتك طيب. احنا كنا عايزين حضرتك توجه كلمة لمسيحي مصر في عيدهم، واحنا بنحتفل براس السنة وان شاء الله يوم 7 بعيد الميلاد، يعني ياريت نسمع من حضرتك كلمة ليهم في هذا اليوم. أولا كل سنة وانتم طيبين بالسنة الجديدة، وسنة مليانة بركات لكل مصر يا رب وكل شعبها. واحتفالنا التقليدي كل سنة بعيد الميلاد المجيد بحسب التقويم الشرقي اللي بيبقى يوم 7 يناير. نعم. احتفال مفرح في بداية عام جديد، ودايما الميلاد بصورة عامة ميلاد حتى أي طفل جديد بيبقى سبب فرح. طيب هل في أي تغيير السنة دي في الاحتفالية لدواعي أمنية؟ لا 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 لا، وضع طبيعي خالص، نشكر ربنا. وقدمنا دعوات لعدد كبير للحضور في القداس في ليلة العيد زي ما هو معتاد كل سنة. نعم. وقلبنا وبيتنا مفتوح لكل أحد، وفرحتنا فرحة كبيرة. وطبعا زي ما كلنا نعرف ان يوم 7 يناير بحسب تقليده يوم اجازة رسمي للدولة، وبيبقى الاحتفال بس مش قاصر على المسيحيين، بيبقى احتفال لكل المصريين فعلا ببداية جديدة وميلاد السيد المسيح. طب من ضمن الدعوات اللي قداستك وجهتها، هل كان في دعوة للرئيس او لحد من قيادات جماعة الاخوان؟ كله بيتقدم لكل شخص ولكل المسؤولين، بنقدم الدعوات مفتوحه للجميع. نعم. واللي بيحب يطلب دعوه كمان اهلا وسهلا بيه. نعم. لكن ما كانش في تاكيد من اي من الجهتين اللي انا ذكرتهم على الحضور، ولا لسه الوقت بدري للرد يعني؟ لا تهدي بدري شويه، بدري شويه، بيبقى قبلها بايام قليله يعني. طب شكل الاحتفال السنه دي، هل يعني مع الاحداث اللي احنا عايشينها في مصر والظروف اللي بنمر بيها، هل هيكون شكل محدود او يعني الى حد ما يعني على متواضع او على الضيق زي ما بيقولوا، ولا يعني قداستك هتعتبرها فرصه علشان المصريين يخرجوا من الحاله النفسيه اللي هم فيها؟ فعلا عندك حق في الموضوع ده، يعني احنا المفترض ان دورنا جميعا النهاردة دور كل الجهات المسؤولة في الدولة، سواء جهات رسمية أو شعبية أو تنفيذية، إن احنا نزود جرعات الفرح في حياة الناس. وطبعا الأعياد دي مناسبة جميلة في نشر روح الفرح في الناس والبعد عن حالة الكآبة أو الاكتئاب أو الضيق اللي ممكن تنتاب أي أحد. نعم. طب بالنسبة لحادثة الكنيسة المصرية في مصراتة بليبيا، هل في أي متابعات من جانب الكنيسة المصرية للتحقيقات مثلا اللي بتجري في ليبيا؟ طبعا الكنيسة المصرية هي اسمها كنيسة ماري جرجس مصراتة، والكنيسة بتتابع مع السلطات الليبية هناك وأيضا مع مجهودات السفارة المصرية. الكل يعني مهتم الحقيقة بالأمر، لأنه أمر يعني مش لائق وأمر مفزع بالنسبة لناس بتقدم عبادة لله ويتعرضوا لحاجة زي كده. طب ممكن حضرتك يعني تطمننا على المصريين الموجودين هناك، على الناس اللي بتعمل في الكنيسة، يعني هل في وفد مثلا من الكنيسة المصرية هيذهب في وقت الاحتفال بعيد الميلاد ليكون معهم هناك نوع من المؤازرة النفسية يعني؟ هو نيافة المطران، نيافة الأنبا بخوميوس، مطران البحيرة ومطروح وشمال أفريقيا. نعم. له اعتياد سنوي أنه يقضي فترة بعد عيد الميلاد يقضيها بين كنايسنا في ليبيا. احنا موجود في 4 كنايس مصرية موجودة في ليبيا موزعة في 4 مدن وبترعى شعبنا هناك، وعلى اتصال دائم بالسفارة المصرية، وفي الحقيقة كل عناية وكل رعاية موجودة هناك.
نعم قداسة البابا، أخيرا يعني هل الكنيسة تنوي المشاركة في أي وقت من الأوقات في الحوار الوطني اللي المفروض أن في يعني جولة سابعة منه الأربع القادم، وخصوصا وإحنا يعني شايفين أن في قوانين هتبتدي تتناقش النهاردة في مجلس الشورى خاصة بالانتخابات، يعني موقف الكنيسة سواء من قانون الانتخاب أو من المشاركة في الحوار الوطني؟ أولا الكنيسة جزء من المجتمع وبتشارك في المناقشات وفي الحوارات، وفي آخر اجتماع قدمنا بعض مذكرات تفصيلية بوجهة النظر في بعض النقط، والحوار ده يعني أنسب صورة لأي مجتمع عايز يتقدم. الحوار ده شيء مهم جدا، ولازم كل فئات وكل الأطياف في الشعب لازم تشارك فيه. وبالنسبة لقانون الانتخاب، هل الكنيسة أي موقف من يعني الانتخابات البرلمانية؟ الموضوع في دور المناقشات يعني. نعم قداسة البابا توادروس الثاني، كل سنة وحضرتك طيب، وكل مسيحي مصر ومسلمية والمصريين بشكل عام طيبين، وإحنا بنأكد مرة تانية إن إحنا فعلا محتاجين جرعة من الفرح وسط القتامة الأحداث اللي حوالينا، فإن شاء الله دايما يكون لنا أعياد نسعد بها كلنا. أشكرك شكرا جزيلا على انضمامك لنا قداسة البابا توادروس الثاني. سنة جديدة مليانة بركات، فرح ومحبة وسلام لكل المصريين ولكل الشعب، وأنا بشكر حضرتك وكل فريق العمل وكل المشاهدين، وربنا معك. شكرا جزيلا.